رح نعطيكم عينة من الإنارة الداخلية، وهي السورية اللي بتنحط للأماكن المرتفعة جدا أو الأماكن المتوسطة الارتفاع. منها هيدي الشكل اللي بتتألف من طبقتين، داخلها مادة البلاستيك أو العظم فينا نقول، متوفرة بعدة ألوان، الذهبية والفضية، وبناء على طلب الزبون نحن بنقدر نعمل عدة مقاسات وعدة ألوان، كله بيكون هذا حسب الطلب، حسب طلب الزبون أكيد. في عنا نوع تاني آخر من هذا الموديل المتوفر عنا اللي على الجهة اليمين، من مادة الصدف الطبيعي محفوف حف ومضروب أيضا بالرمل، كمان بيستخدم للأماكن العالية أو المتوسطة الارتفاع حسب ارتفاع السقف اللي بيكون موجود عنا بالفيلا. ننتقل هلأ للإنارة الحديثة، أكيد عنا الـLED، الـLED الطاقة المتجددة المتطورة. في عنا القطعة اللي عم بتشوفوها أمامنا هي قطعة مؤلفة من ألمنيوم بالإضافة لحبيبات الـLED داير منظار اللي بتعطي جمالية للقطعة نفسها، بالإضافة للمكان اللي بدها تنوضع فيها. بننتقل لقطعة أخرى هي اللي عم نشوفها أمامنا، القطعة حديثة جدا بشكل ناعم أو دائرية. هيدي القطعة مؤلفة من لمبة الـLED اللي عم نشوفها أمامنا، بنقدر نوضعها بعدة أماكن فوق طاولة السفرة أو غرفة جلوس أو غرف نوم، لأنه هيدي القطعة اللي عم نشوفها أمامنا غير مزعجة للعين. بننتقل حاليا للقطع اللي عم نشوفها أمامنا، هي الإنارة العمودية اللي بتنحط بزوايا البيت أو مختلف أماكن زوايا البيت، غرف جلوس، غرف نوم. هذه القطع اللي عم نشوفها أمامنا هي من ستيل القاعدة الرئيسية، بالإضافة للديفيوزر أو الناشر الإضاءة هو من مادة الفايبر جلاس، وهذه اللمبة بتكون إما لمبة عادية أو لمبة LED بنقدر نحطها. ننتقل للعمود الآخر، هو اللون الأحمر. هذا العمود عندنا هي اللون الأحمر، الإضاءة LED أيضاً.